متابعي تلفزيون يوم السبع، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاقتصاد ببساطه. معاكم احمد يعقوب. في حلقه النهارده هنتكلم على ازاي تدير المحفظه الالكترونيه بتاعتك او المحفظه البنكيه على الهاتف المحمول بشكل كويس. مبدئيا يعني ايه محفظه الكترونيه؟ السمارت وولت او المحفظه الالكترونيه هي عباره عن تطبيق او موبايل ابلكيشن بتنزله على الموبايل، وبمنتهى البساطه بتقدر تعمل تحويل اموال منه او تقدر تدفع الفواتير سواء ميه كهرباء او غاز او تعمل كمان شحن للمحمول، وكمان تقدر عن طريقه تعمل دفع مقابل السلع والخدمات بمنتهى السهوله. ليه البنوك وشركات الاتصالات بتلجا الى المحافظ الذكيه؟ لان بمنتهى السهوله بتنزلها من على المتجر الخاص بالموبايل بتاعك، وبتنزله بمنتهى السهوله وبتثبته على الهاتف وبتعمل له بين كود او رقم سري، وبعد كده بتقدر تستخدمه بمنتهى السهوله لو انت عايز تشتري اي حاجات اونلاين، لو عايز تعمل تحويل، وليه حدود كمان استخدام. حدود الاستخدام بتاعته بتكون 30,000 جنيه هو الحد الاقصى للاستخدام اليومي او لشحن المحفظه نفسها، وباجمالي تحويلات او عمليات مدفوعات على مدار الشهر بتصل الى 100,000 جنيه، يعني حدود الاستخدام خلال الشهر كله 100,000 جنيه، وتقدر تستخدم 30,000 جنيه كذا مره عن طريق ان انت بتشحن من كارت الائتمان او الكريدت كارد او كارت الخصم اللي مربوط بالحسابات بتاعه المحفظه الالكترونيه. اقدر يكون عندي محفظه الكترونيه بحد اقصى كم محفظه؟ ليك لحد اقصى 3 محافظ الكترونيه على نفس الرقم القومي. بمعنى ايه؟ يعني انت لو عندك رقم قومي وبتروح لفرع البنك او لفرع شركه الاتصالات اللي انت بتتعامل معاها، وتقدر لثلاث شركات او 3 خطوط محمول يكون عندك على كل رقم من المحمول ده عندك خط بمحفظه ذكيه وتقدر تستخدمه سواء في الدفع او في التحويل الاموال او كمان في الشراء اونلاين. الحاجة الثانية المهمة ان بمنتهى السهولة عن طريق رقم القومي وعن طريق خط المحمول اقدر اتوجه لاي فرع وبسجل بالرقم البنكي اللي موجود معايا او الرقم المصرفي اللي موجود معايا. الرقم المصرفي ده عبارة عن ايه؟ ان انا بروح البنك نفسه وبسجل كل البيانات بتاعتي وبتعمل ابليكيشن او فورم، وفي نفس الوقت بياخد كل البيانات دي يحطها بشكل على السيستم بتاع البنك، وبعد كده توصلك اس ام اس على الموبايل بتبتدي تفعل التطبيق السمارت وولت او المحفظه الذكيه. بمعنى ايه؟ يعني لو انا رحت لفرع البنك الاهلي المصري وهو راعي برنامج الاقتصاد ببساطه، بروح بمنتهى السهوله اي فرع قريب من الشغل او السكن بتاعي وبقدر اقدم على التطبيق الخاص بالسمارت وولت او المحفظه الذكيه، وبعد كده بيجي لي اس ام اس وابتدي افعلها وابتدي انزل التطبيق نفسه من على المتجر الخاص بي او الستور الخاص بالموبايل على حسب نوع الموبايل اللي معايا، وبعد كده بسجل احط البيانات بتاعتي بمنتهى السهوله، وبعد كده اقدر ادخل اعمل اي تحويل. يعني من محفظه لمحفظه تانية بيحصل تحويل، بيحصل تحويل اموال من محفظه الى محفظه اخرى، وده بيبقى بالجنيه المصري وداخل مصر. يعني ببساطه ان انا بشتغل على المحافظ دي بالعمله المحليه اللي هي الجنيه المصري وداخل مصر. عندنا تطبيقات لكل انواع، اولا لشركات الاتصالات الاربعه وكمان للبنوك اللي شغاله في مصر، اقدر عن طريق البنك او عن طريق شركه الاتصالات استخدم المحفظه الذكيه دي بمنتهى السهوله. حدود الاستخدام زي ما قلنا 30,000 جنيه هو الحد الاقصى لشحن المحفظه نفسها، وبتصل الى 100,000 جنيه هي اجمالي العمليات اللي بتتم على المحفظه خلال الشهر. دي بتبقى طبعا متاحه للمصريين فقط، وعباره عن الرقم القومي اللي انا بستخدمه في استخداماتي. طبعا لازم يكون مسجل عند شركه الاتصالات وكل البيانات بتاعتي المحفوظه موجوده عليه. حاجه ثانيه مهمه ان طبعا في قواعد الاستخدام الخاصه بالمحفظه، وبيبقى عباره عن ان العميل نفسه لازم هو اللي بيتقدم للمحفظه الذكيه الخاصه بيه، يعني ما ينفعش حد يكون نيابة عن حد ثاني، وكمان ان هو بيتقدم على المحفظه الالكترونيه بيبقى عن طريق رقم الموبايل المسجل لدى شركه الاتصالات. وتقدر تدخل دلوقتي، عملت بين كود وعملت سجلت البيانات بتاعتي، اقدر احدد الخدمه بادفع فواتير سواء فاتوره ميه غاز كهرباء او شحن اتصالات ليا او لحد تاني، يعني في شحن المحمول او الدفع ده بيبقى ليا او لحد تاني، واقدر كمان احول اي مبالغ ماليه في حدود اجماليها 30,000 جنيه يوميا،
وكمان طبعا بتبقى رسوم التحويل بسيطه جدا و يعني مناسبه لكل الناس دلوقتي، وفي نفس الوقت كمان هي بتوفر عليا المجهود ان انا بروح اعمل تحويل اموال عن طريق البنوك نفسها، وكمان بتوفر عليا الفلوس الاكتر ان انا لو رحت عملت تحويل اموال عن طريق شبكات او فروع البنوك اللي موجوده في مصر او عن طريق الفروع نفسها بتاعت شركات الاتصالات، وبالتالي هي بتسهل عليا المجهود بتاعي، وفي نفس الوقت بتسهل عليا كل التعاملات الخاصه بدفع الفواتير الخاصه بالتبرعات كمان. يعني هي بتقبل ان انا ممكن اتبرع لاي جهات بتقبل التبرع، كمان ممكن اعمل تحويل اموال وممكن ادفع مقابل السلع والخدمات. انا بربط المحفظه دي بالديبت كارد او الكارت الخصم اللي انا بخصم من حسابي مباشره عن طريق الكارت ده، وبتطلع كل العمليات برضو بمنتهى السهوله على الاونلاين بانكينج بتاع البنك اللي انا بتعامل معاه، وكمان بتطلع العمليات كلها عن طريق السمارت وولت او المحفظه الذكيه او الديجيتال وولت او المحفظه الرقميه. حلقات الاقتصاد ببساطه بتاتيكم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بمؤسسه اليوم السابع، وهي برعايه البنك الاهلي المصري اكبر البنوك المصريه. وكان معاكم في حلقه الاقتصاد ببساطه احمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد. الى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.